اتوقع انه اتوقع انه نجم الاوسكار لهذا الاسبوع سيكون مختلف تماما. منو نجم الاوسكار لهذا الاسبوع؟ النجم عبد القادر الشهراني. شعور اللي كان يبي يفرح من البداية وخربوا عليه فرحته وينتظر هذه اللحظة من أول عشان يفرح ويطلع كل شيء بخاطره. بيض الله وجيهكم ولا هي غريبة عليكم، إذا بغيتوا شيء بتجيبونه من هنا تجيبونه، وأقصد بالحركة هذه ناس يعرفوا وش أقصد. بيض الله وجيهكم، يشهد الله على محبتكم، تراكم فخر عبد القادر في البرنامج وبعد البرنامج. بالنسبة للوجبة اللي بختارها أبروق باقي لسه، يمكن يطرف بالي شيء جديد فأبروق بعدين بفكر فيها الأيام هذه. بكرة يوم الأربعاء بالنسبة للشخص اللي أقدر أطلبه، أنا أتمنى والله يجي أبوي، لأنه لما جاء هنا انبسط واستانس، بس كان وقت قصير، في نفسي أنه يرجع مرة ثانية، لكن في نفس الوقت ما أبغى تعبه. إذا كان يقدر فأنا أتمنى أنه يجي، إذا ما كان يقدر فلكل حادثة حديث. بالنسبة للبورصة بإذن الله أنا راح أستخدمها الاستخدام الصحيح، الأكل صار مجاني، يعني سواء رفعتها أو نزلتها ما راح يضرون أخوياي، فأنا راح أرفعها في الوقت اللي فيه المطبخ علي، أتوقع أنه يوم الأربعاء بإذن الله راح أرفعها. في النهاية أرجع وأقول بيض الله وجه كل من صوت العبد القادر، وكل شخص صوت العبد القادر ترى أنت سند وفخر عبد القادر في البرنامج وبعد البرنامج، ولا هي غريبة عليكم، وبإذن الله راح أصلح كل شيء يعجب الجمهور. أنا ما أسميهم جمهور، هذولي ناس أنا أحترمهم وأقدرهم، أخواني وأخواتي، مش جمهور، أخواني وأخواتي.